احنا بنتزوج. انا عارف ان الزواج هذا راح يخليك ما تاخذين الحضانه، بس احنا راح نرفع قضيه. راح نرفع قضيه علشان نخلي امك هي اللي تاخذ الحضانه. انت من وين تعرفين ام خالد؟ هو؟ لا. هو ما قال لك؟ ويه احنا اهل من زمان وكنا ييران ونلعب مع بعض وكنا متربين مع بعض، حتى زوجته الله يرحمها كانت صديقتي. فهد رفيجي وكانوا جاي بالجامعة. فهد من 3 سنين حاشته حالة اكتئاب، والحالة هذه كانت وايد قوية عليه، انعزل عن الناس كلها. يبي تزوجك؟ وهو هذا كلامه، بس أنا أشوفه فعال عكس كذي. عشان كذي ما رديتي حق فواز وخليتي عيالك المساكين. يما أنا ما رضيت أرد حق فواز، إحنا بينا محاكم، نسيت كلامك؟ إيش دعوة؟ كلامي كله ما تذكرتي فيه إلا هالشيء؟ ترى أنا بيني وبينك وايد فيه كلام حلو. بدرية أصحي، أنا أبي أشيل معاي، أبي أكون يمك، أبي أكمل حياتي معاك، أبي أشيل كل شيء مر بحياتك مو حلو. وبدرية تعرف تنكت أصلاً؟ ليش شفيني ما أعرف أنكت؟ وأنتي على شنو تضحكين والله؟ كل البلا فيك وكل الأمراض فيك، ليش تضحكين؟ ابتسام؟ فهد ما في داعي تهرب مني، ترى فارس قال لي كل شيء. بعدين ما اشوف ان له داعي انك تنحرج، ترى الموضوع وايد عادي، وهو قال لي السالفة كلها عادي، يعني ماكو شيء. سام انتي خوش بنية، ان شاء الله جمال واخلاق، وألف من يتمناك، بس للقلب احكام يعني مثل ما انتي عارفة. أنا وفارس يوم خططنا إن أنا أقرب منك ويصير بيننا حب، كانت نيتنا صافية. صدق إن أنا عجبت فيك وأخلاقك وبهدوءك، لكن أنا ما قدرت أحبك. فارس يعزك ودي أشوفك عروس تحبين وتنحبين، بس كل شيء صار العكس. مو بيدي، اعذريني. ابتسام، ابتسام، ابتسام. ليش تمشين وانت زعلانة؟ ابتسام؟ ابتسام نطري شوي، خلينا نتفاهم بس، ما يصير تروحين وانت بهالحالة. ابتسام دقي على اختي تشوفيها ايش فيها، كنا قاعدين نسولف انا وياها وهدتني وهي زعلانه. انت قلت لها عن شيء؟ كلمتها عن شيء؟ لا ما قلت لها شيء، فارس هو اللي قال. اكيد الحين هي رايحه حق فارس، انا طالعه وياتكم.
لبي أنا البنات أشوف بينامون. خلتنا. لا 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 قعدي قعدي شوفي بابا شوفي بابا. لبي يا لبي. فيك ايش صاير؟ ما ادري ما ادري. فارس فارس ترى انت حبيتني 10 سنين، تعرف شنو 10 سنين؟ 10 سنين يعني عمر. وفوق هذا بين يوم وليله قالوا لي انك تزوجت، سكت ما قلت شيء. ولا انت سويت نفس غيرك يا وقلت لي ما اقدر اتزوجك لانك نفس اختي. فارس نسيت كل شيء، وفوق هذا انا ما حاسبتك ولا عاتبتك. على فكره انت كنت تحبني لدرجه ان احنا متفقين نتزوج، حتى عيالنا نسميهم. قلنا اذا يبدا ولد بنسميه كذي واذا بنيه راح نسميها كذي. كل هذا نسيته، كل هذا انا ما قلت لك ولا شيء. لكن الحين اللي سويته ما راح اسامحك عليه، راح اظل اتحسب عليك طول عمري واقول لك حسبي الله ونعم الوكيل فيك. ما ابي اسمع منك ولا شيء. انت شنو من انسان؟ انت مجرم. هي لا تطالعني كذي، انت مجرم. ترى المجرم مو اللي يذبح الجسد، لا. تعرف منو المجرم؟ المجرم اللي يذبح الروح. المجرم اللي يذبح القلب. وانت ذبحتني. ذبحتني يا فارس وكسرتني. ابتسام. ابتسام الله يخليك اهدي، خلينا نتفاهم بهدوء. ترى انت ذنبك مو اقل من ذنبه. شو مسوي لي؟ شنو هالمسرحيه اللي مسويها؟ جايب لي واحد ولد عز وولد فلوس عشان يشتغل عندي؟ ليش؟ تبي يحبني؟ تبي يتزوجني؟ على فكره ترى هو ما حبني ولا فكر حتى يتزوجني. راح اظل ادعي عليك طول عمري واتحسب عليك. شفت الارض هذه اللي امشي عليها؟ لو بستها ولو بست التراب اللي امشي عليه بعد ما راح اسامحك. انت مجرم، مجرم يا فارس، وكسرتني وكسرت قلبي. حسبي الله ونعم الوكيل فيك. حسبي الله ونعم الوكيل فيك. ابتسام خلاص بلا لا تسوي نفسك كذي، امشي خليه عنك. حياكم. هلا هلا والله هلا. هلا بنيتي، شلونك؟ ريما هلا حبيبتي. هلا. تفضل تفضل.
مبارك ان شاء الله. شوف شحالات الصور يهبلون طرشيهم لي واتساب عشان انزلهم من انستغرام. اي ابي هذه هذه. اي عندي بعض الارقام. اي وصلتني. يبا خلاص ما راح ترد لنا، خطبت حق واحد ثاني. شو هالحكي هذا؟ شوف يبا، شوف بنفسك، امسك. حسبي الله ونعم الوكيل فيك. صدق نذله. يبا شنو؟ بدق على امي؟ ايش حق ادق عليها؟ تبين ادق ابارك لها؟ الله يطيح حظها. نم نم الحين. أقول لك مرتي خذت ولدي وانحاشت، أبي فلوس بسافر وراها. ناصر من عقلك بدك ياني اسحب مبلغ كبير من رأس مال الشركة وأنت عارف إن إحنا حالياً عندنا أزمة سيولة وديون ما إلها أول من آخر. وأنا شاكو باللي قاعد تقوله، أنا أبي فلوس حتى لو ماكو فلوس. يبقى تدري شلون؟ أبي حصتي من الشركة. ولك شو مالك جنيت؟ مين بده يعطيك حصتك؟ يا ابن الحلال أنت اشترها مني. إنا لله، أنا لو كان معي فلوس كان هاد حالي. زين وبعدين؟ ولا قبلين، أنا قلت لك اللي عندي. شنو يعني؟ ماكو فلوس؟ لا ماكو، والفلوس اللي أخذتها صرفتها على زوجتك الأجنبية، لا تجي هلا عندي تتباكى. ماشي. أنا أعلمك. أعلم بخيلك اركبه. أعلم بخيلك اركبه أنت، أنا أعلمك. اطلع برا بنجيب لك الأمن. حبيبي أنا اللي بجيب لك الأمن يا الحرامي، يصير خير، هين، أنا أعلمك. صباح الخير. صباح عبد الله حبيبي. هلا حبيبتي. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. تقبل الله منه ومن الصالح العظيم. هانتيتي. ايه خلص اسبوع. السلام. عليكم السلام. تقبل السلام. الله منه ومن الصالح العظيم. عليكم السلام. باركولي. شالية. انا وخالد انخطبنا. مبروك. تستاهلين كل خير. تستاهلين كل خير. الله يوفقكم. تفضلي. والله مبروك، كل هذا صار من ورانا. مبروك خالد. الله يحفظك. الله يبارك فيك. شكرا. مشكورين. ايش دعوه غصون؟ ما في مبروك؟ تفضلي.
زي مثلي لو بالشذ مو أشكره محترة. الله يهنيكم أستاذ خالد. مشكورة. شكراً 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 شكراً. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا هلا. حياك الله. هلا يبا. أمر يبا، تبين شيء معين من المحل؟ يعني أبي أشوف إذا جبت شيء جديد. في هذه البضاعة كلها يدد هني، كلهم جديد. أنا قبل هالمرة جيت ويا أمي إذا تذكرني. إيه مع الحجية. إيه صح صح. شلون الحجية؟ الحمد لله بترنا ريولها وعندها الكلى وما تشوف عدل والسكر دائما مرتفع عندها الحمد لله والشكر. لا ما تشوف شر ان شاء الله، اجر وعافيه ان شاء الله ما تشوفون شر. زين انت على وين اخوانك؟ انا ما عندي اخوان، عندي بس امي وابوي متوفي وبس امي. الله يرحمهم ان شاء الله. زين وانت وين ساكنه؟ ساكنين بسلوى وعندنا بعد بيت ثاني تاركينه للزمن. حلو حلو. زين انت وين تشتغلين؟ أنا أشتغل رئيسة قسم بوزارة. ما شاء الله رئيسة قسم. حلو. عدام أنتي رئيسة قسم لازم كل يوم تكشخي وتلبسي. ها عندي لك شيء وايد روعة وايد روعة. شوفي هالقطعة هذه، شوفيها هذه توها جايبينها قطعة ولا لا لا هذه وردية وما أدري كذي وما تناسب سني. ليش؟ أفا أنت كم عمرك؟ أنا عمري 38 سنة. تو شوف شباب بعد اسمع شبابك. زين على فكرة ترى ما بيني وبينك وايد، أنا 33 لا تكبريني عاد. زين الحين تعالي صار لنا ساعة قاعد نسولف أنا ما عرفت اسمك. اسمي غصون. عاشت الأسامي والله. وأنا يعقوب. هذا كرتي رقمي داخل. أي حزة دق علي. مشكور ما تقصر. وإذا جبتوا شيء جديد انا من عيوني. حاضر حاضر. مع السلامه. غصون بدله ما تبيها؟ لا استحي اللون هذا. لا وردي وردي وايد وردي. كلكم مثل بعض، كلكم مثل بعض. لا حول ولا قوة إلا بالله. نايم حتى ما يرد علي بالتليفون، التليفون قدامه وحاقرني. أحر ما عنده، يبرد ما عنده. إيش فيك أنت علامك؟ اتصلت عليك عشان أشوفك يمكن تبي شيء، شنو الأكل اللي تبيه؟ ليش ما ترد؟ ياه الله يهديك، بس متعلم على هالسالفة هذه، لا يرد ولا شيء. ميري ميري ها وين راحت؟ أبو عبد الله وين راحت ميري؟ أبو عبد الله، أبو عبد الله حبيبي، ما شفت ميري وين راحت؟ أبو عبد الله، أبو عبد الله، أبو عبد الله،
الغصون وينها مايت؟ أنا كلمتها قلت لها تعالي تقول أمها من ماتت من 5 سنين ما تدخل عزاء. ما شاء الله زود السنع يعني؟ يعني إحنا ما عندنا حد مات؟ يلا ماما روح البيت. ناصر؟ أولا الحمد لله على السلامة. ثانيا ممكن أعرف شنو سبب الزيارة؟ صراحة ما أدري إيش أقول لك، بس أنا بيوم من الليلة خسرت كل شيء. مرتي درت إن عندي زوجة وولد بالكويت قامت أخذت ولدي وانحاشت. وشريكي لما قلت لأبي حصتي قال لي مالك شيء عندي. فجأة لقيت نفسي ما معي ولا دينار. إيش المطلوب؟ أقولش دينار ما عندي، يعني لا بيت لا شغل ولا مشغلة، أنا على الله وعليك. يعني تبي تقعد عندنا هني؟ أي أنا اللي بمصيبة مو أنت. شنو يعني؟ الأجار اللي دزه كل شهر أنا أدفعها حق الشقة، وراتبي يلا يكفيني لآخر الشهر، نصه يروح حق حضانة حسون ونص الثاني حق قرض سيارتي، من وين نصرف؟ شلون يعني؟ ماكو حد. ما كل طلع حسو من الحضانة وجاب له أنت. جزاكم الله خير. أحسن الله عزاكم. جزاكم الله خير. ما قالت كلمة من الصبح. أبيها بس تنام شوي عبد الله. الله يصبرها. كلنا مصدومين. لا حول ولا قوة إلا بالله. بقى براسك يمه. الله يخليك. الله يخليكم. بارك. يما ايش رايك تقومين دارك؟ نامين ترتاحين شوي ولا تفكري كلنا حواليك. الله يطول بعمرك ان شاء الله. يلا يلا يخليكم ذخر. قولي بسم الله. بسم الله. Thank you.
الحين امي لازم ما تنام بروحها. تدرون امي مره كبيره وفيها السكري، الله يستر عليها من الزعل والتفكير، لازم واحد منا ينام عندها. عبد الله انا ما اقدر، انا هدى عيالي من الصبح ما اقدر. ايش فيكم قاعد تطالعوني؟ تتوقعون امي لو صار فيها شيء بعرف اتصرف؟ وبعدين عيب، عيب انا اصغركم. والله اللي اعرفه انا اصغر واحد فيكم. يا ملاختك، قاعد اتكلم عن البنات. بس عاد كلش مو وقته، ايوب انت اللي بتنام عند امي. عبد الله ايش فيك؟ ما تدري ان حياه خاف تنام بروحها؟ وبعدين اندرت اني انا راح انام عند امي راح تعفس الدنيا علي. المشكله الحين صارت منو بينام عند امي؟ فكروا باكر شو راح يصير؟ اللي لازم يصير ان امي لازم تجي تعيش عند واحد منا. انا من الحين اقول لكم طلعوني برا الموضوع، تدرون انا عايشه بيت هريلي فما لي خلق مشاكل خلاص. صراحه المفروض انا اللي برا الموضوع، انا عندي عيال وبيت صغير والحال على قده. لا اذا بتقولي الحال على قده ترى كلنا على قد حالنا، بس شوفوا اذا امي جات وعاشت عند واحد منا ساعتها نقدر نبيع البيت، واذا بعنا البيت الخير بعم علينا كلنا. لا تنسى انك بتاخذون الضعف عنا. يو راسي عورني من هالموضوع، انا بدق على ريلي بخليه ياخذني. لحظه قبل لا تدقين علي لازم نعرف منو اللي بينام عند امي. قلت لك طلعني من هالسالفه خلاص انا بمشي. ندى اخذيني معك. انا مو ناقص مشاكل، تكفى بات انت عندها الليله وبعدين يصير خير. سلام عليكم. سوني شرب. بسم الله بسم الله. صباح الخير. صباح النور. شكلك ما ارتحت بالنومه صح؟ لا عادي مو مشكله. خلاص على اتفاقنا، تقوم اغسل وجهك وتريق لان حسن راح اخليه عندك ما راح اخذه للحضانه. تقدر تعطي الالوان يلون، تعلمه كلمات احرف ارقام، اذا ما عرفت اكو فيديوهات باليوتيوب تقدر تشوفها وتتعلم منها. عموما تلفوني عندي، اي وقت تقدر تدق عليه، اي سؤال عندك انا راح اجاوبك. ناصر حسن امانه عندك، ترى حرج وايد. لا بلا لا لا انا شفته اول ما شفته جايه كالعاده عصافير الكناري مبكرين. بس على فكره هذا الشيء ما راح يدوم طويلا لاني طلبت نقلك. ليش حبيبتي؟ هذا مكان عمل مو لقاءات. معاك حق، كافي علي حبيبي بيكون معاي بالبيت طول اليوم، بعد بالدوام خلي اشتاق له احسن. زين سويتي بردتي قلبي.
تعمل بولادة طفل مصاب بمرض متلازم الداون، وهنالك الكثير من الأهل قد لا يتقبلوا هذا الموضوع لأسباب اجتماعية عدة، ولكن دورنا كوسيلة إعلام أن نخصص الحديث عن هؤلاء الأشخاص، كيفية التعامل معهم ودمجهم في المجتمع. نعم فواز، ايش تبي؟ فصولنا بعرف كل شيء، أعرف خالد وبدرية متى بيتزوجون، وأهل بدرية موافقين، والعيال راح تتنازل عنهم ولا شنو بالضبط؟ أهلها طبعاً فرحانين ومستانسين، وقرروا أنهم يتزوجون بالصيف، واثنينهم خذوا إجازة بنفس التاريخ. أما بالنسبة للعيال، فالظاهر أن حضرتك ما تدري عن شيء. شلون يعني ايش قصدك؟ خالد ما اقنعها بالزواج الا عقب ما راحوا محامي وقال لها ان الحضانه بتكون عند ام بدريه. ليش؟ لان حضرتك قلت بالمحكمه ان الحضانه تكون عند امي وامي بتجاب لهم، بس امك ما تدري عنهم. الخدامه بس اللي مجابلتهم ونزلت درجاتهم، لذلك الحضانه بتكون عند ام بدريه، ولما تكون الحضانه عند ام بدريه يعني عند بدريه. انت منين تبين الحكي؟ منين تجيب المعلومات؟ زي وعيالك ايش بيصير فيهم؟ انا وخالد رحنا حق محامي وقال ان الحضانه بتصير حق امي، لان اكتشفنا من بعد ما كانت الحضانه عند فواز ان درجات الياهال نازله، وهذا الشيء بصالحنا لو بعد امه مو تامه مع الياهال مثل ما قال حق المحكمه. زين الله ما عارفش يمر، والله يكلمك. مو مهم شلون عرفت، المهم انت ايش بتسوي؟ ايش راح تتصرف؟ ايش فيك؟ ها؟ لا لا ماكو شيء. ايش رايك اطلب لك تشيز كيك؟ ما أحب الحلا. لا ما يصير، لازم أطلب لك الحلو حق الحليب، ما يصير. لو سمحت واحد تشيز كيك لو سمحت. ما يصير، لازم تأكل. أخليك
خليهم لك هني بالصاله ولا بدار حسون؟ لا لا انام بالصاله انا عادي ماكو مشكله. مشكوره. مثل ما قلت حق مبارك اخوك بالهده القاك اول وحده متزرعيني ساعه برا ان شاء الله مدرسه انقل دروس ماي واجبات ما يمشي عندي اوكي يلا ديري بالك يلا انا الشيطانه مع السلامه مع السلامه شارب كل مكان يا حليلة سجدب والله أنا ما عندي فكرة شلون أقول الشيء أنا ما أتعلم فيها كذي شخطت علينا لا سلام ولا صباح ولا الله يستر السلام عليكم نعم فواز نعم جايني للدوام هني مع خرابيطك هذا اللي بيدك انت ايش فيك ما عندك كرامه شنو هذا ليش الصرخ هذا كله صاير والله ما ادري انهدوا علي يبانا مو جايلك جاي حق غصون تفضلي 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 هالورد لك تفضلي هذا بعد تفضل